شو بيعملوا بطحين سكر بيضة زيت خميرة وبيكنج سودا؟ هاي اليوم رح نعمل بريتزل فينجرز كتير طيبين بدهم شوية وقت بس حرزانة كتير. منبلش بالسكر الأسمر والمي خلطناهم تيدوبوا شوي. رح نحط الخميرة على الوجه 5 دقايق ما منطوها لأنه بهالوقت عم بتطلعوا عم بتشوفوا شيء عم بيتفاعل مع بعضه وعم نشم ريحة الخبز حتى لو ما في طحين. 1 minute to go. صار وقت نزيد الزيت ونص الطحين اللي عنا اياه. منزيد بقية الطحين. هلا منحط شوية زيت زبدة هلا شي. منشيل العجينة منحطها بنص الكاسة منغطيها بورقة نايلون منخليها تطبخ 45 دقيقة ليكون. من بعد 45 دقيقة مش دوب الحجمة 4 مرات أكبر نفخة مظبوط الهواء فيها كتير حلو. منكفي التحضير. بس نرجع نعجنها نكزة هلأ رح نقسم هالعجينة لأصابع لازم يطلع 24 هاي بتمشي وظبطت معك. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ما بكي شي. اسمهم بريتزل ستيكس فما رح نجدلهم وما رح نلعب فيهم رح نتركهم مثل ما هن بيتوقفوا على الصينية وبينتركوا تيرجعوا ينفخوا بعد شوي. أول مرة غطيناها لما كانت كلها بعدها شقفة واحدة لما نقصيناهم صفيناهم ما منعوز نغطي رح نخليهم 25 دقيقة رح ينفخوا ونرجع نشتغل. رفخوا ارتاحوا وهلأ رح نكمل. منحضر على النار المي والبيكنج سودا ونغليهم من نار قوية. منخفف النار بلشوا يغلوا صار وقت نحط البريتزل بقلبهم مثل ما بيعملوا البيجلز بينغلوا بالمي شوي قبل ما يفوتوا على الفرن. 15 ثانية من كل ميلة منحطهم ومنقلبهم. ميلة 2 مثل الفلافل منحطهم على الورقة منحضر حالنا نفوت على الفرن. منحضر الفرن على 220 ناخد بيضة نخفقها تندهن فيها البريتزل فينجرز كل 6 مع بعض بدهنهم برشلهم ملح فوتهم على الفرن وبرجع بعمل الباقي. ملح عادي ملح زعتر وملح بحار بنفوت على الفرن تقريبا 10 دقايق تيصيروا لونهم اسمر. بعد 12 وحدة منزيد كباية مي سخنة نرجع منكمل. قصتهم كتير سريعة بدهم تقريبا شي 10 دقايق بيصيروا هيك جولدن بيسمروا ببلشوا يستووا منشيلهم ومنحط البقية. I can't wait to taste ما فينا انطر تدوقهم يعني مش معقول لبنيزة زيتون او جبنة. هيك هيك ناطرين هول رح نعملهم بايتس يعني شقف مربعين. لون روعة ريحة روعة واو. رائعين رائعين رائعين. بريتزل بالبيت عجينة نافخة كتير منيح كتير طرية حتى بتاخد العقل كأنكم سافرتوا على أوروبا على ستريت فود ماركتس وجعتوا. البريتزل هي الخبزة اللي ما بتضيع الإجمال بتجي مبرومة برم وعندها عقدة من تحت
نحن عملنا لهم فينجرز نافخة مظبوط تلاقيكم العجينة شو حلوة مع شوية لبنة أو نوتيلا أو موتارد. امبرسيف. أرخص تيكت لتسافر على أوروبا على سيت فود ماركت أنتوا قاعدين بالبيت. حتى شوية وقت بس اتس ورث. جربوا هدول هيك على خفيف الليلة بدنا تسيبوش. رائعين. سيكون تغطي بيان تغطي.